مشاهدينا مني انا شخصيا ومن كل فريق العمل، ومع اليوم على الكاميرا فهد. هاي فهد، بدنا نعزمه اليوم لفهد. مشاهدينا انا ناطره اتصالاتكم على 0444444 لحتى تشاركوا معي مثل العاده باي كويز مثل كل ثلاثة وخميس. جوائز كثير ناطرتكم، اسئله كثيره ناطرتكم، وبتمنى من كل اللي بيربحوا معي باي كويز يجوا يستلموا جائزتهم من مبنى الام تي في بين 9 و2 من الاثنين للجمعه. و0464 هيدا هو الرقم يلي فيكم تشاركوا معي فيه مثل العاده. وقبل ما اخبركم واخذ اول اتصال معي، بدنا نطرى لليليان شوي. خلوني اخبركم انه شهر تموز هو اكثر شهر ازدحام بمنتزه يالوستون الامريكي، وسجل رقم قياسي هلا بشهر تموز. زاروا مئات الالاف من الزوار، خصوصا انه بيقدروا يجوا يعملوا مخيم بهالحديقه ويستفيدوا كثير من وقتهم. يالوستون طبعا بواشنطن. اول اتصال معي اليوم من ليليان. هاي ليليان. هاي كيفك ليليان؟ بخير يا لميتر، كيفك انت؟ انا كثير منيحة. ليليان من وين عم تحكينا؟ عم بحكيك من الأشرفية. من الأشرفية. ليليان خبريني، أيوة. أول مرة بتحضرينا ولا أول مرة بتشاركي؟ أول مرة بحضري في سلفن سوفان يعني. خيالا كثير منيح. ليليان أنت أول اتصال معنا اليوم، رح نشوف التابلو أنا وياكي من الواحد للتسعة. يا ليليان أي رقم بتختاري؟ بختار رقم سبعة. يلا رقم سبعة لليليان. شو عنا ورا رقم سبعة؟ سؤال اكتواليتي ليليان. نعم. متابعة الأخبار مؤخرا ولا لا؟ متابعة الأخبار مؤخرا. يلا إذا متابعة رح تعرفي الجواب. من يومين فقد الاتصال بطيارة ركاب داخلية، وتبين لاحقا طبعا للأسف أنها تحطمت. شو كانت الطيارة، إندونيسية أم باكستانية؟ 10 ثواني. اندونيسية. مزبوط جوابك صح يا ليليان، مبروك عليك يا ليليان. خلينا نشوف شو جايزتها. شو جايزتها لليليان؟ قصر المير أمين ببيت الدين، أكيد دعوة لشخصين، إن شاء الله تستمتعي بجايزتك. مزبوط، للأسف طيارة كانت إندونيسية تحطمت، وعلامتنا كان 54 شخص بمنطقة بابوا الجبلية النائية بشرق إندونيسيا. طيارة كانت عم تقوم برحلة داخلية، ورحلات الطيران وسيلة نقل شائعة بها المنطقة يلي بتقع بأقصى شرق إندونيسيا، بما أنه الرحلات البرية يستحيل أنها تصير بر أبدا، ما بيقدروا يعملوها ناس، فكتير بيستخدموا هالطيارات، لكن للأسف تحطمت هالطيارة. 0464. ألو. بونجور. هاي لميا. معك لمع تاني. لمع أرسلة. لمع كيفك يا لمع؟ صافا الحمد لله، وانت؟ الحمد لله تمام. لمع من وين عم تحكينا؟ من مغرب. أهلا وسهلا فيكي. انت أول مرة بتتصلي ما هيك؟ لا أنا تاني مرة. تاني مرة، يلا. وهيديك المرة ربحتي ولا لا؟ لا ربحت. خيلا إن شاء الله هالمرة كمان، وكل مرة بتتصلي إن شاء الله تربحي يا لمع. رح نشوف أنا وياك التابلو ونختار رقم. نعم. رقم تسعة رقم المفضل. يلا سؤال تكنولوجي يا لمع. جون ميتشل يا لمع، أحد أساتذة الجيولوجيا بأواسط القرن الثامن عشر بجامعة كامبريدج، كان أول من كشف طبيعة وأصل الزلازل، وكان علامة فاصلة بتاريخ علم الزلازل المعروف علميا باسم سوسيولوجيا أم سيسمولوجيا. 10 ثواني، أي احتمال، الأول أو الثاني؟ سوسيولوجيا. مزبوط جوابك صح يا لمع، مبروك عليك يا لمع. بلايند بار لاونج كمان بدار القمر، دعوة لست أشخاص. خلوني أخبركم أنه هالعلم هو الدراسة العلمية لكل من الزلازل وانتشار الموجات المرنة بجميع أنحاء الكرة الأرضية أو عبر الأجسام الأخرى يلي بتشبه كمان الكوكب، وبيتضمن هالمجال دراسات حول تأثير الزلازل مثل التسونامي والمصادر الزلزلية المتنوعة. 0444444. بونجور. يعطيك العافيه. ميرسي. مين؟ كثير لبق لك هاللون الازرق، لون البحر ولون السماء. ميرسي يا ماري. ميرسي ماري راشد من عوكر. كيفك يا ماري؟ وبدي اقول ميرسي لك، وبدي اقول ميرسي للمموزيل للسنترال اللي ردت علي. ميرسي يا ماري لك، اهلا فيك ماري. رح نشوف التابلو انا وياك يا ماري، وبدنا نختار رقم. يلا رقم أربعة، تكرم عينك يا ماري. شو عنا ورا رقم أربعة؟ سؤال جغرافيا. شو يا ماري؟
طول عمرك. يلا، من المعروف انه الجبال ما بتتكون بين ليله و... يلا يا ماري، من المعروف انه الجبال ما بتتكون بين ليله وضحاها، لكن هناك صنف من الجبال ما بيحتاج ظهوره لوقت طويل. عن اي صنف من الجبال عم بحكي؟ الجبال المرجانيه ام الجبال البركانيه؟ 10 ثواني. اي جبال من هالنوعين بتقدر تظهر بوقت كثير قصير؟ الجبال المرجانيه ام الجبال البركانيه؟ نعم، بدي جواب. الجبال البرجانية أم الجبال البركانية؟ أي واحد منهم؟ بدي جواب ماري. الاحتمال الثاني. مزبوط، جوابك صح يا ماري، الجبال البركانية. يلا ماري، قدي مع أنه تأخرت شوي لتعطيني الجواب، بس يلا معليش ماري. سكين برو ميديكال سبا أكيد قسيمة من كافة بجل الديب، سوري. بدي اخبركم انه الجبال البركانيه هي مزبوط بتقدر تظهر بين ليله وضحاها، ما بدها كثير وقت. والاجزاء الرئيسيه للبركان هن 4: المخروط البركاني، الفوهة، المدخنه الرئيسيه، واللوافز الغازيه. الو 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 بقول 04. الو بونجور، كيفك ارسلا؟ انا كثير منيحه، مين معي؟ معك جورج. كيفك يا جورج؟ ماشي الحال. ماشي الحال، اشتقت لك يا جورج. انا كمان. جورج. ايه. يلا، خلينا نشوف التابلو. انا شو طلع لك سؤال اخر مرة حكيتني فيها؟ اخر مرة طلعني عن الزلزال بس ما عرفته. يلا، خلينا نشوف هالمرة، ان شاء الله حظك يكون أحسن يا جورج. اوكي. شو؟ رقم 2. رقم 2، يلا، شو عندنا برا رقم 2؟ سؤال موضة. جورج. اوكي. لا بس انا بعتقد رح تعرفوا للسؤال ان شاء الله. يلا. طلاء الاظافر الاحمر اللون، يعني الفيرني الاحمر، بظن كثار انه هو بدعه من القرن العشرين، لكن التاريخ بياكد انه هالطلاء قديم واستعملته احدى ملكات مصر القديمه من 100,000 سنين. اي ملكه كانت؟ كليوباترا ام نفرتيتي؟ 10 ثواني. اي وحده من هالملكتين؟ كليوباترا. يا الله يا جورج، زعلتني. هي تاني مرة بتخسر. يلا معلش، هيك دايما هيك بستفيد ودايما تتصل فينا. هي نفرتيتي، والملكة نفرتيتي، ويلي بيعني اسمها الجميلة أتت، وكانت تعد من أقوى النساء بمصر القديمة. عاشت فترة قصيرة من بعد وفاة زوجها، وساعدت توت عنخ آمون على تولي المملكة، وكانت لها الملكة الجميلة منزلة رفيعة جدا أثناء حكم زوجها. وبيقولوا إنه تم محو اسمها من السجلات التاريخية، كما تم تشويه صورها بعد وفاتها. واشتهرت نفرتيتي بالتمثال النصفي لوجهها المصور والمنحوت على قطعة من الحجر. ألو، في بعد أخذ اتصالات ما هيك؟ يلا. ألو. ألو. بونجور. بونجور. مين معي؟ نوال. كيفك يا نوال؟ الحمد لله. نوال من وين عم تتصلي فينا؟ من زحلة. من زحلة، أهلا فيك يا نوال وكل أهل زحلة. خلينا نشوف التابلو أنا وياك يا نوال. 1, 3, 5, 6, و8، أي رقم بتختاري؟ 3. رقم 3، شو عنا ورا رقم 3؟ سؤال معلومات عامة. شو يا نوال؟ بنشوف. يلا سؤال. نوال، سؤال كثير حلو وكثير هين. سكان الجبال بسويسرا متعودين يمنعوا اطفالهم انهم يصرخوا ويغنوا بصوت عالي، وخصوصا بفصل الربيع. شو السبب وراء ذلك؟ احتمالين: حتى ما يؤدي صراخهم أو غنائهم لانهيارات ثلجية، أو لاعتقادهم أن الصراخ والغناء بيغضبوا الآلهة. 10 ثواني. ما سمعت ثاني احتمال من المعروف. أول احتمال: حتى ما يؤدي صراخهم أو غنائهم لانهيارات ثلجية، أو لاعتقادهم أن الصراخ والغناء بيغضبوا الآلهة. أي احتمال من اثنين؟ بدي جواب. ثاني. جوابك غلط، بعتذر منك يا نوال، ان شاء الله حظك مرة تانية يكون معنا أحسن. كانوا بيعتقدوا إنه ما لازم يخلوا، ما بعرف إذا بعدهم لهلا، ما لازم يخلوا أولادهم يصرخوا أو يغنوا بصوت عالي لحتى ما يصير في انهيارات ثلجية. آخر اتصال معي اليوم من جوزيف. هاي جوزيف. كيفك؟ أنا كثير منيحة وأنت؟ صفا، نشكر الله. جوزيف من وين عم تتصل فينا؟ أنا من الدكوانة. من الدكوانة، أهلا فيك يا جوزيف. جوزيف، رح نشوف التابلو أنا وياك. 1, 5, 6, و8، أي رقم بتختار؟ رقم 6. رقم 6 لجوزيف، آخر اتصال معنا اليوم. سؤال سينما. جوزيف.
شو كيف معلوماتك يا جوزيف؟ يعني بالسلم. عادي ما كثير. يلا معلي بس سؤال ان شاء الله تعرفوا. يلا شو كان يشتغل يا جوزيف النجم هاريسون فورد قبل ما يصير ممثل؟ احتمالين، كان طبيب اسنان ام كان نجار؟ 10 ثواني خذ وقتك. شو كان يشتغل هاريسون فورد قبل ما يصير ممثل؟ طبيب اسنان ام نجار؟ 10 ثواني. ثاني احتمال نجار. مزبوط جوابك صح، مبروك عليك يا جوزيف. جايزتك من فانكي مونكي بي كمان بدير القمر، دعوه للغداء او للعشاء لاربع اشخاص. مزبوط، هاريسون فورد ولد عام 1942 لاب ايرلندي وهو ممثل امريكي، يعد هو وسيلفستر ستالون وارنولد شوارزنيجر وتوم هانكس من افضل 10 ممثلين بتاريخ السينما. خلص الوقت، خلص ما بقى في اخذ اتصالات. يلا اخر اتصال كنت اخذته من جوزيف. مشاهدينا تابعوا معنا على لايف بعد ما خلصنا.